مشاهدينا الكرام، السلام عليكم واهلا بكم الى نشرة الظهر للاخبار ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية يتحول الى منطقة العين السخونة لتفقد الاوضاع بعد مواجهات بين عدد من اهالي دوز وابن خداش اسفرت عن حالة وفاة وعدد من الجرحى. تلاميذ الابتدائي والاعدادي والثانوي يجون اليوم اول امتحانات الاسبوع المغلق باعتماد نظام الافواج وتطبيق بروتوكول خاص توقيا من فيروس كورونا. في اليوم الثالث من زيارته الى باريس، رئيس الحكومة يبحث مع الوزير الاول الفرنسي ملف الهجرة غير النظامية ودعم الاستثمار بين البلدين. اهلا بكم. تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم إلى الجنوب التونسي، حيث توجه إلى منطقتي بير سلطان والعين السخونة من ولاية قبلي. واجتمع رئيس الجمهورية بالمناسبة مع عدد من ممثلي السلطة الجهوية والمحلية، داعيا إلى تغليب صوت الحكمة وعدم الانجرار وراء زرع الفتنة بين أبناء الجهة الواحدة، وشدد على أن رئيس الجمهورية هو رمز الدولة والضامن لوحدتها، مبينا أن تونس تتسع للجميع ولا بد من الانتباه إلى كل المحاولات الخفية لضرب الدولة من الداخل. وترحم رئيس الدولة على روح الشاب الذي توفي وكان ضحية الخلافات والمواجهات التي حصلت أمس، معربا عن أسفه لما آلت إليه الأمور واستغرابه من تغليب البعض المصالح الضيقة على مصلحة بلادنا واستقرار أوضاعها. وتوجه رئيس الدولة بالشكر للقوات المسلحة الأمنية والعسكرية لما تبذله من جهد لإعادة الأمن والاستقرار على كامل الجمهورية. وتأتي هذه الزيارة على إثر المواجهات الدامية التي جدت بين مجموعتين من المواطنين من منطقتي ابن خداش من ولاية مدنين ودوز من ولاية قبلي حول قطعة أرض تقع بين المنطقتين، مما أسفر أمس عن وفاة شاب وإصابة 70 مواطنا آخرين. وقد عاد الهدوء صباح اليوم إلى منطقة العين السخونة بعد أن كثفت الوحدات الأمنية والعسكرية من تمركزها بالمنطقة التي تبعد حوالي 100 كيلومتر جنوبي مدينة دوز للحيلولة دون تجدد الاشتباكات وحماية الأرواح البشرية والممتلكات الخاصة. وللوقوف عند آخر تطورات ينضم إلينا عبر الهاتف العميد حسام الدين أجبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني. سيد العميد أهلا بك. إذا لو توفينا بالحصيلة المحينة لهذه الاشتباكات وصورة الوضع في العين السخونة إلى حد الساعة. بالنسبة للوضع حاليا في عين سخونة، معناها يتميز بالسوء الحذر بعد ما كانت وحدات الحرس الوطني تقريبا يوم السبت والأحد وقامت بالتدخل لفض هذا الخلاف بين مجموعتين من مواطنين من منطقتي ابن خداش من ولاية مدنين ودوز من ولاية قبلي حول قطعة الأرض اللي كانت تقع بين زوز المناطق. وبالنسبة لوحدات الحرس الوطني كانت قامت بإنقاذ وإسعاف العديد من المصابين بما في ذلك معناها زوز أشخاص كانوا مع بعضهم، وبطبيعة الحال أحد المتوفين اللي نترحموا عليه هو اللي كان من بين المجموعة هذية، وتقريبا تم نقل 53 مصاب من طرف وحدات الحرس الوطني كذلك الحماية المدنية. ومن الألطاف الله معناها لولا وحداتنا كانوا غديك لكانت الحصيلة تكون أرفع وتكون أكثر من وكان الرقم باش يكون مفجع. بالنسبة للوزارة الداخلية كانت بطبيعه الحال موجوده وكانت وحداتنا منسقه مع وحدات الجيش الوطني، تمت نحب نشير الى كونه ثم خليه متابعه في صلب وزاره الداخليه اللي اذن بها سيد وزير الداخليه ليله امبارح. وبالنسبه لليوم ان شاء الله الوضع تحت السيطره، وبالنسبه للوضع يتميز بالهدوء الحذر. نعم سيد العميد، ماذا عن تدخل النيابه العموميه ربما لفك هذه الاشتباكات؟ بالنسبه للبارح النيابه العموميه تم التنسيق معها من طرف الوحدات بتاعنا اللي اذنت بمباشره قضيه عدليه اللي هي القتل عمد مع سابقيه القصد ضد كل من تيقف عنه البحث. بطبيعه الحال بعد التنسيق مباشره مع التحقيق والنيابه العموميه بالمكان في مدنين. نعم العميد حسام الدين أجبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، شكرا جزيلا لك.
وفي تطبيق محكم لإجراءات البروتوكول الصحي في ظل وضع وبائي دقيق وحفاظا على سلامة التلاميذ وسائر الإطار التربوي، تجرى اليوم الاختبارات الكتابية للثلاثي الأول للمرحلة الابتدائية بمختلف مدارس الجمهورية. كاميرا الأخبار تابعت اليوم الأول في ولاية نابل. كسائر مناطق الجمهورية انطلقت اليوم بجهة نابل الاختبارات الكتابية للثلاثي الأول للمرحلة الابتدائية باعتماد نظام الأسبوع المغلق كإجراء يعتمد للمرة الأولى في هذه المرحلة، وذلك ضمانا للتباعد الجسدي توقيا من فيروس كورونا. والله الإجراءات هي إجراءات عادية، معناها نعمل نقيس سخانة عادية يومين هكا، وعندنا الجيل وعندنا الامتحانات معناها بلا فواش، معناها نحترم فيها التباعد تاع التلامذة ونقوم بتعقيم معناها بعد كل ساعتين من العشرة نعمل تعقيم. وتنطلق اليوم بداية من اليوم سواء في الإعدادي أو في الثانوي أو في المرحلة الابتدائية الاختبارات التقييمية للثلاثية الأولى. بطبيعة الحال البروتوكول الصحي هذا عملة ثابتة الآن، أصبحت قاعدة أساسية نتعامل بها في مؤسساتنا التربوية. انطلاقة استثنائية رافقتها إجراءات استثنائية تطبيقا للبروتوكول الصحي وضمانا لسير الامتحانات في ظروف وقائية صحية باعتماد نظامي الأفواج والتداول على القاعات التي استحسنها الأولياء رغم بعض التحفظات. نظام الافواج بالنسبه لي ماهوش تلمون ناجح، على خاطر برشا حاجات مش قاعدين تحصلوا عليهم، معلوماتهم ناقصه، قاعدين يقراوا في اونديغي شطر قرايه. اما بالنسبه لمعني البروتوكول سانيتير نتصور محترم. نظام الافواج هو نظام متميز، نظام ناجح، حاجه بركه اللي متقلقين منها اللي ولا البروجرام سري برشا، ولا كل المواد كليك في جرة بعضهم يقراهم التلميذ اللي هو ولا برشا عليه. هكذا كانت الصورة لليوم الأول من الأسبوع المغلق للتعليم الابتدائي بنابل الذي يتواصل إلى 19 من الشهر الجاري. انطلاقة تبدو موفقة بمدرسة التميز، آملين أن تكون نفس الصورة ببقية المؤسسات التربوية بالجهة. عادت المنطقة الصناعية بجابس إلى نشاطها بعد توقف عن العمل والإنتاج لأسابيع بسبب احتجاجات خلفت شللا كبيرا في المنطقة والمناطق المجاورة في التزود بعديد المواد الأساسية وخاصة منها تعبئة قوارير الغاز المنزلي. وقد شهدت المنطقة اليوم حركية تؤشر على انفراج تدريجي للأزمة. بدأت المؤسسات الصناعية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجابس تعود تدريجيا للنشاط بعد أن تم رفع اعتصام الصمود 2. الحركية كانت ملحوظة بهذه المنطقة التي توافدت عليها العشرات من الشاحنات الثقيلة لنقل مواد مختلفة ومن بينها بالخصوص الشعير العلفي. رجع النشاط عادي لديوان الحبوب سواء في تفريغ البواخر اللي عندنا، تعرفوا عندنا باخرة راسية عندها مدة كبيرة ياسر، رجع اليوم نسق التفريغ نتاعها عادي، وكذلك تزويد الجهات لتفادي النقص اللي صار، نقص كبير في الفترة الحساسة هذه في تزويد الجهات، خاصة جهات الاستهلاك المعروفة في الوسط والجنوب من مادة الشعير العلفي، والحمد لله اللي رجع النسق عادي وسيقع تلافي النقص هذا في أقرب الأجال. أكيد أكيد برد جابس أكيد كي يرجع النشاط قريب لنا ويحرك الخدمة ديما. تخدموا برشا انتم على الخط هذا مع مينا جابس؟ نخدموا برشا على البورت نتاع جابس. امام الوحدات الثلاث لتعبئه قوارير الغاز المنزلي تجمعت كذلك العديد من الشاحنات الثقيله القادمه من الولايات المجاوره للحصول على شحنه من هذه القوارير. لماذا اليوم بدايه جمعه بدايه اسبوع الساعه وثم شوي ضغط؟ ثم شوي ضغط معناها ثم تحسن، ثم تحسن ملحوظ وبطول المده ان شاء الله تتصلح. سيمان هزوا في السيمان ليبيا باستمرار، يعني تجاره متبادله بين ليبيا وتونس. انا من غرب الزاويه. جيت تهز بالضبط؟ هز الشمال ان شاء الله. ديما تجي لهنا المنطقه الصناعيه؟ المنطقه الصناعيه جابس انا شهر دركت انا عندي. ديما موجود هنا يعني. المنطقة الصناعية بجابس تضم عدد ملحوظ من المؤسسات الصناعية الكبرى التي توجه إنتاجها نحو التصدير.
سعيا إلى إيجاد حلول ممكنة لسد النقص المسجل على مستوى التزود بمادة الغاز المنزلي في عدد من الولايات، انطلقت اليوم عمليات توريد الغاز المنزلي من الشقيقة الجزائر من خلال شحنات يومية بمعدل 7 شاحنات بدأت في الوصول إلى ولاية القصرين عبر معبر بوشبكة الحدودي. بصفة استثنائية فتح المعبر الحدودي ببوشبكة أمام الشاحنات التونسية لتأمين عملية التزود بالغاز المنزلي من القطر الجزائري إثر التنسيق بين السلطات التونسية ونظيرتها الجزائرية. قمنا يعني في إطار عملية تسهيل إجراءات مرور الشاحنات يعني التونسية نحو التراب الجزائري للتزويد يعني لتزويد ولاية القصرين بمادة الغاز المنزلي. مروا يعني صباحا يعني مروا 5 شاحنات قصد تزويد السوق التونسي بمادة الغاز المنزلي. وبحسب الجهات المعنية فإن عملية التزود بالغاز المنزلي من الجزائر ستكون بشكل يومي شرط الالتزام بالإجراءات الأمنية وبالبروتوكول الصحي المفروض من الجانب الجزائري. اليوم 2940 قارورة غاز جاي من الشقيق الجزائر. هي تواصل هي لا يومي يومي على عنا 16 دار احنا نخدموا غير حبستها الأمور تاع الكوفيد. ووصلت ليلة البارحة 5 شاحنات محملة بقوارير الغاز المنزلية التي تم شحنها من ولايتي تبسة وعين البيضاء الجزائرية، وتم توزيع الكميات الموردة على كامل ولاية القصرين للحد من وطأة أزمة الغاز التي تعيش على وقعها الجهة منذ قرابة الشهر. أول مرة يعني في إطار تسهيل يعني عملية تزويد الغاز المنزلي أول مرة يتم يعني دخول الشاحنات ذات ترقيم تونسي نحو التراب الجزائري. يعني هي أول مرة منذ يعني غلق الحدود يعني بسبب جائحة كورونا. يلزم فتح الحدود يلزم في أقرب وقت ممكن. بالحق راهي عباد حبس صاي. يعمل اكتفاء ذاتي نتاع ولاية القصرين كامل. بعدك هذه هي حاجه باش تخلص اهم حاجه ونباركوا هالعمليه هذه نتاع المنطقه الحدوديه هذه راهي هذه باش تفك على الزوال. وللإشارة فإن المعبر الحدودي ببوشبكة أغلق منذ 18 مارس واستؤنفت فقط حركة التبادلات التجارية الاستيلاعية بين تونس والجزائر في 15 أفريل الماضي على مستوى الشريط الحدودي دون السماح بمرور الشاحنات من الطرفين. على هامش زيارته الرسمية إلى فرنسا التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي صبيحة هذا اليوم الوزير الأول الفرنسي، لقاء طرحت خلاله ملفات ذات اهتمام مشترك وعلى رأسها ملف الهجرة غير النظامية وتوسيع مجالات الاستثمار الفرنسي في تونس. بلقاء الوزير الأول الفرنسي جون كاستيكس في قصر ماتينيون بالعاصمة الفرنسية باريس، استهل رئيس الحكومة هشام المشيشي سلسلة لقاءاته في اليوم الثالث من الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى فرنسا، وقد استأثر موضوع الهجرة غير النظامية وكيفية التعاون والتنسيق بين البلدين للحد منها، استأثر بحيز هام من المباحثات. والحق لقينا تفاهم كبير من الجانب الفرنسي على ضرورة التعاون في المسائل هذه، ولكونه المقاربة اللي نعتمدها في علاقة بالهجرة هي مقاربة تنموية بالأساس، هي مقاربة تعتمد على الاستثمار في المناطق المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، مقاربة تعتمد خاصة التنمية المتضامنة، وهذا يذولي مضمون قاعدين نخدم عليه حتى مع الجانب الفرنسي اللي هو بيدو خلط إلى مرحلة القناعة لكونه المقاربة معمرها ما تكون مقاربة أمنية. المقاربة الأمنية مفيدة ولكن غير كافية. وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريح خاص للتلفزة التونسية أن الجانب الفرنسي جدد تأكيده واستعداده لمضاعفة استثماراته في تونس في الفترة المقبلة. مهما قاعد يصير في تونس، فرنسا ما زالت تعتقد في الصداقة التونسية الفرنسوية وعبرت على الاستعداد كبير ياسر على مضاعفة الاستثمارات اللي موجود الاستثمار الفرنسوية في تونس توفير فرص العمل. كما طرح موضوع الطلبة التونسيين المقيمين في فرنسا خلال لقاء رئيس الحكومة بالوزير الأول الفرنسي. وفي هذا السياق أكد هشام المشيشي
تحدثنا على كيفية تسهيل الإقامة بتاعهم وتسهيل التنقل ما بين تونس وفرنسا، خاصة بعد ما عرفوا بعض الصعوبات في الفترة الأخرانية في علاقة بكوفيد، وكيف كيف زاد حتى في المسألة هذه لقينا استعداد كبير ياسر من الجانب الفرنسي، وباش نكملوا نواصلوا ونخدموا على المسائل هذه. وكشف رئيس الحكومة أن اللقاء كان فرصة لمواصلة التحضير لانطلاق عمل اللجنة العليا التونسية الفرنسية للاستثمار والتي ستقام في تونس خلال شهر مارس المقبل. كانت كذلك فرصة للإعداد للقاء على مستوى اللجنة العليا للاستثمار التونسية الفرنسية اللي باش يكون في مارس في تونس، واللي ترأسه الوزير الأول الفرنسي ورئيس الحكومة التونسي. في برنامج لقاءات اليوم الثالث من زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى فرنسا كذلك محادثات مع رئيسي الجمعية العامة ومجلس الشيوخ الفرنسيين. وجه الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام إلى جانب عدد من الجمعيات والمنظمات التونسية الناشطة في مجال حقوق الإنسان رسالة إلى رئيس الجمهورية تتعلق بالقرار الذي سيتم إصداره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام خلال دورته 75 يوم 16 من ديسمبر الجاري، لدعوة الدولة التونسية إلى تكريس احترام التزاماتها بخصوص تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام من خلال التصويت لصالح هذا القرار، مما سيعزز مسار تونس التاريخي نحو التحديث والتقدم. وجاء في بيان أصدرته هذه الجمعيات والمنظمات اليوم الاثنين أن تجاوز هذه العقوبة يندرج ضمن الإصلاحات التشريعية الأساسية اللازمة لضمان تطابق التشريعات الوطنية مع دستور 14/2000 ومع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان والشعوب التي صادقت عليها تونس. انتظمت اليوم فعاليات إطلاق المنصة الرقمية صوت 50 مليون امرأة إفريقية تحت إشراف وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين. ويهدف المشروع إلى دعم المرأة الإفريقية في مجال ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفير منصة رقمية للربط بين رائدات الأعمال إلى جانب جملة من الخدمات المالية وغير المالية، ويمول هذا المشروع البنك الإفريقي للتنمية. منصة رقمية باش تكون فرصة للنساء صاحبات الأعمال، للنساء المستثمرات باش يقدموا باش ينتفعوا بخدمات على الخط باستعمال التكنولوجيا الحديثة، ماهيش فقط لتسهيل التبادل التجاري بين النساء، هي باش توفر أيضا فرصة للتكوين، فرصة باش نحطوا على ذمتهم كل لي زوبورتونيتي دانفستيسمون باش يتعرفوا على نساء إفريقيات باش يطوروا مهاراتهم من خلال هالمنصة هذه. وفي أخبارنا الدولية، أخفق النواب الليبيون اليوم في اختيار رئيس جديد للبرلمان رغم اجتماع 127 عضوا في مدينة غدامس للمرة الأولى منذ سنوات ورغم توفر النصاب القانوني. وحسب تسريبات فإن ضغوطا مورست على بعض النواب للانسحاب من اجتماع غدامس لأسباب متعددة أبرزها الاختلاف بشأن مكان الاجتماع ومن ستؤول إليه رئاسة المجلس. وقد تقررت تأجيل جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان إلى 21 من ديسمبر الحالي. في أول ظهور له بعد نحو شهرين، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة مصورة إلى الشعب الجزائري على حسابه الشخصي في موقع تويتر، أعلن خلالها أنه بدأ بالتعافي من فيروس كورونا وأنه قد يعود إلى الجزائر خلال أسبوع أو أسبوعين، مشيرا إلى أن فترة النقاهة ستستغرق ما بين الأسبوع إلى 3 أسابيع حتى يتعافى بشكل كامل. وشدد تبون أنه بصدد متابعة التطورات في الجزائر التي كانت تتوقع الأوضاع السياسية التي تجري في المنطقة. تشرع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في حملة تطعيم واسعة النطاق بلقاح فايزر بايونتك المضاد لكوفيد-19 بهدف مكافحة الجائحة التي أسفرت عن وفاة 1,600,000 شخص عبر العالم، من بينهم 298,000 في الولايات المتحدة الأمريكية مع ما يفوق 16,000 إصابة. وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية بشحن اللقاح من مصنع فايزر في ميشيغان إلى المستشفى
مستشفيات ومراكز تلقيح أخرى أعدت للغرض. وفي القارة الأوروبية الأكثر تضررا بين القارات تزداد المخاوف مع تسارع الموجة الوبائية الثانية، وفي هذا السياق أكدت ألمانيا إغلاقا جزئيا انطلاقا من الأربعاء المقبل. أطلق شخص النار أمس في محيط كنيسة في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص. وأعلنت مصادر أمنية بمدينة نيويورك أن إطلاق النار لم يخلف إصابة أي شخص آخر بفضل التحرك السريع لثلاثة من رجال الشرطة في موقع الحادث والذين تصدوا للمشتبه به. وقد عثرت الشرطة في مكان الحادث على مسدسين نصف آليين وحقيبة تخص على ما يبدو المسلح تحتوي على علبة مليئة بالبنزين وحبال وأسلاك وأسلحة بيضاء. بهذا وصلنا إلى ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية يتحول إلى منطقة العين السخونة لتفقد الأوضاع بعد مواجهات بين عدد من أهالي دوس وابن خداش أسفرت عن حالة وفاة وعدد من الجرحى. تلاميذ الابتدائي والاعدادي والثانوي يجرون اليوم اول امتحانات الاسبوع المغلق باعتماد نظام الافواج وتطبيق بروتوكول خاص توقيا من فيروس كورونا. في اليوم الثالث من زيارته الى باريس، رئيس الحكومه يبحث مع الوزير الاول الفرنسي ملف الهجره غير النظاميه ودعم الاستثمار بين البلدين. ونشير في الختام إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.